يا ما حل المقناص من فوق فكسار والشاص جاهز عفشاه من امس شاله توه جديد ما بعد جاه مشوار واليوم جاهز والقواني صتله وخوة نشامة قال واية واذكار دعا السفر في ريشة الأيس قالوا الكل منهم يكرم الضيف والجار الجد وصى وصغر السن وصى واليام شوف البر مع وقت الأسفار بعشب وسم قفر عن الناس ما جو بعشب وسم قفر عن الناس ما جو فيها الخزام خالطان ابتصفار صوت أم سالم بس فلا الروض سامعو حازو يمين الأبرق الريش دوار رمسه جديد وبعض الأصحاب قصو مع مشقر مجنى عن شرق سنجار طرح الشبك فالدبدبه يوم صادو احمر مغاتير على كف صقار مثلي يبي نقله ومثله تمنو مثلي يبي نقله ومثله تمنو راسه كما الفنجال والعين في غار 18 الطول والعرض قاسو أفجع حجر عذروب الأرضية كبار لواهني من صاد مثله وجابه لرف بالجنحان يعجب كل أطار فرخ النداوي لبرق الريش هده وحول بها قدام تخفيها الأنظار وكل ذكر ربه وراعيه عنه وزانت سوالي فن شمع على النار وقت المضاحة وشقر البن صبه وقت المضاحة وشقر البن صبه بسوالف جزله من كبار الصغار وبعض القصايد فالمقاني صهله أخير من سهرة تحت شاشة قمار ليله نهار وباقي الوقت نامو لا قاضي لازم ولا جاهز وار ولا طايع الناس على الخير حثو ولا خاف من ربه ولا خاف من عار الله لا يزين لنا اليوم مكروه والله يحفظ الأمن والشعب والدار والأسرة اللي قمة المجد واصله صلاة ربي عد ما هل مطار على النبي إعداد زرع يحصده على النبي إعداد